مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم نور شو للموسم الثاني. اليوم حلقتنا حلقه فنيه بامتياز. ضيفي صنف من اجمل الاصوات في العالم بشهاده كبار الفنانين والقراء والمنشدين في الوطن العربي والعالم. ضيفي منشد الشارقه في موسمه الاول، ومقرئ ومحكم دولي في كثير من المسابقات العالميه. له برنامج في المقامات الصوتية وكيف يتم توظيفها، قيل عنه الكروان والعندليب العالمي. إنه ضيفي الفنان الأستاذ المعتصم بالله العسلي. أهلا وسهلا فيك أستاذ معتصم في برنامج نور شو، ونورت فينا. يا مرحبا، حياك الله حبيبي نور، وشكرا لك على الاستضافة الطيبة، وشكرا لمتابعينا عبر قناة أوكتو 8، يعني القناة الثامنة النمساوية، ومتابعين عبر اليوتيوب. وسعيد اني اكون معك يعني. شرفتني معتصم، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويبارك فيك. معتصم بالله العسلي، انت من الحالات النادرة الموجودة الان في الساحة الانشادية يعني، او لا تغلو. اول شيء لا تغلو، بكفي المقدمة هي اللي يعني خرقت الارض فيها. اللهم صل على النبي. معتصم بالله العسلي، بداياتك الفنية كانت كثير مؤثرة، بحكم أن أنت من سن السابعة مبلش بالإنشاد والقرآن وكذا. تحكي لنا بس شيء بسيط عن هالشيء، إيش في شيء عندك كان تتذكره كان مؤثر فيك؟ هي طبعاً وقت الطفولة يعني كانت مع والدي الأستاذ الشيخ عارف العسلي، وطبعاً إحنا عائلة كلها يعني كلهم أصوات جميلة ما شاء الله. نعم، وكان الوالد يعني بحكم حفلاته كان قارئ في الإذاعة والتلفزيون، والتقاءه أيضا بكبار يعني حتى المنشدين في سوريا يعني بشكل عام. وأنا أنشد طبعا قدام الجمهور وقدام حتى أيام كبار يعني المنشدين المعروفين. أنت التقيت بكبار عن في أسماء؟ أيوة، أنا وصغير يعني التقيت طبعا مرة التقيت بالأستاذ الله يرحمه أبو رشيد الخانطماني. ما شاء الله. إيه كنت صغير يعني، كان يجي على الشام كتير من حلب يعني من أساس حلب. التقيت طبعا بالأستاذ حسن حفار والأستاذ محمود فارس مصطفى هلال. كثير يعني من الفنانين، وأحمد أزرق، واللي يعني الواحد بينسى أيام الأسماء، لكن كلهم أساتذة ما شاء الله. وطبعا في الشام كان أستاذنا الأستاذ زهير منيني رحمه الله، كان من كبار الملحنين في الوطن العربي يعني والأناشيد. وبعدها طبعا اشتغلت مع الأستاذ سليم العقاد، أيضا هو من كبار المنشدين الشام، وكان الأستاذ منير عقلة. يعني بذلك الحقبة كانت رابطة الشام المرحوم حمزة شكور، المرحوم توفيق النجد، سليمان داود، كلهم هذول. كان كمان المفن يعني كان الأستاذ عبد الوهاب أبو حرب، هو كان يعني خبيرهم ما شاء الله. فكنت يوم ألتقي أنا وياه كتير كان يحبني وأنا صغير، يعني هو من النوادر اللي التقيت فيهم، حسيك في كلماته التشجيع والإعجاب يعني. البعض يعني أنا بشعر هلأ وأنا صغير يعني بشعر أنه في ناس كانت بتحس أنه بدت يعني تخليك بعيد، يعني تنحيك عن مثل تغطي عليك أو أيوة. هيك شيء كنت أشعر بهذا الشيء حسد أيام يعني. أنا وصغير الله العليم يعني، بس أنا كنت أشعر لهلأ يعني أنا يعني ببالي سبحان الله. فيعني الأستاذ عبد الوهاب كان كتير مشجع، وبعدين الأستاذ زهير منيني رحمة الله عليه، وبعدين في الملحن أيضا اللي يعني قال هو أنه دخل إلى الإنشاد يعني سمع صوتي، فهو كان أستاذ موسيقى ويعني له صولة وجولة يعني كان في الكويت، أستاذ توفيق البعاج الله يمده بالصحة والعافية. وطبعا التقيت بالأستاذ صباح فخري من كبار الفنانين في الوطن العربي، وكمان أبدأ أعجابه يعني. ويوم طلعت على المسابقات الدولية التقيت بالمرحوم هذا من كبار قراء العالم حتى القديم الحقبة القديمة، اللي هو الشيخ أبو العنين شعيشع، اللي قال للوالد الودة عقوبة. فالتقيت وكان كتير لي الشرف فيه. والتقيت أيضا من الموجودين الدكتور أحمد نعينة، أيضا من كبار قراء مصر والعالم اليوم ما شاء الله. والشيخ الطبلاوي، فكل هؤلاء يعني عباقرة، أنا بعتبرهم عباقرة في الفن والقراءة. ف
يعني كان لهم تأثير كبير علي يعني بمجال البدايات يعني الوقت الحالي يعني. كل هدول عم تقولها ببالغ، الله يسامحك. الله يسامحك بارك. نحن بنحكي انه اذا في شيء يعني كإنشاد، وانا مقصر بالموضوع الالبومات، لانه يعني اول شيء الاسفار كثير اخذت من وقتي، ويعني والظروف اللي مر فيها يعني الناس بسوريا وحرب وسفر، و يعني انت مالك غريب عن الوسط هذا، فكله هذا اثر علي يعني على مسيرتي الفنيه، وشوي يعني تقصير مني كمان. فانا يعني انشط بالمهرجانات والحفلات اكثر من انه سجلت يعني اغاني او البومات يعني جديده. طب اي عمل انت كنت تشوفه اقرب اليك تحبه كثير؟ والله لو بالنسبه لل يعني الالبومات او النشيد يعني بشكل عام، عندي كانت النقله النوعيه بانشوده الهي. هي كانت غريبه لانه عن النمط الساحه الانشاديه اللي كنا احنا نشتغل عليها بالشام وسوريا بشكل عام، او على الساحه الانشاديه. فاول ما سمعت انا هي الانشوده خفت منها يعني، اول شيء رفضتها اول مره يعني، بعدين عم سمع على اصدقائي وهيك، فابدو اعجابه انه في اسباب معينه. لا هي لانه نمط ثاني، لا مختلف كليا على الواحد زائد واحد يساوي اثنين بالنسبه لنمطنا الانشادي. فهي فعلا كانت هي اللي ضربت اكثر شيء يعني. يعني كان دائما حتى في تلفزيونات في الامارات، اقمت انا فتره في الامارات، فكانت تاخذ دائما حتى بالتصويت بالمسابقات في الراديو تاخذ يعني الرقم واحد في التصويت، الناس حبتها كثير ما شاء الله. ايه حتى بالرنات تبع الشركات الاتصالات ايضا كان يعني تاخذ حيز كبير الحمد لله. طب شو رايك انت بنمط الفيديو كليب الان؟ والله الفيديو كليب اليوم يعني شيء لابد منه يعني، كان ضروري. حتى قديما نحن تاخرنا حتى بهذا الشيء، موضوع الانشاد المدرسة السورية خلينا بشكل عام، موضوع الإنشاد تأخرت كثير عن مواكبة الأحداث برا أو حتى المنشدين برا، فلذلك تلاقي في شوية تأخر عن المنشدين السوريين. ليش؟ مع أنه هن كثير أصوات فاخرة ورائعة ومتقدمة يعني، لكن تلاقي في ضعف أول شيء بالسوشيال ميديا، في ضعف في الإنتاج، في ضعف في نمط الإنتاج، بنضل شغلنا نمطي يعني تكرار. واحد طالع شغله بيصير بكل الناس. لا غير هيك انه تقلده، بس هي تكرار يعني نفس النمط، ما في شيء جديد. واضافه انه يعني في كثير من اللي يعني المنشئ بعده حتى عن التراث، فصرنا لا تراث ولا صرنا الحديث اللي هو الناس اليوم والشباب اللي بالدنيا صراحه يعني. انا بحكيها بجوز هذا رايي، انا ما بفرض رايي على اي انسان يعني، لكن انا هذا اللي شايفه، انه في مدرسه نمطيه اللي هي اوكي الى جمهور معين، لكن اللي اكبر وهذا اللي نجح فيه يعني بداياته سامي يوسف وماهر زين وكل شيء يعني، اشياء جديده اليوم عم نسمعها اثرت واخذت صدى اكبر للعالم، مو فقط لفئه معينه يعني. هو هذا الفكر، بعض الناس بيضلوا بفكر انه المنشد لازم يكون له قالب معين لازم يضلوا فيه، اللي هي ساحه خلينا نقول مثلا مكان دور العبادة أو شيء أو الناس اللي محيطين فيه. لا أنا أميل يعني، كنت بجوز أتبنى الفكر الأولاني من زمان لأنه عايش بهي البيئة، بس أنت بتطلع بتسافر وبتشوف تنظر من برا، من برا فتلاقي لك نظرة تانية للناس، أنه هذا النشيد ليش ما يوصل أصواتنا، ليش ما توصل لكل العالم مو لفئة معينة. وبالنهاية هذا بيحب هذا الشيء وهذا بيحب هذا الشيء، لكن علينا والأذواق مختلفة، ولكن علينا نحن نوصل رسالتنا. تمام. الرسالة هي الكلمة، اللحن، والصوت. يعني دائما أنت يوم تتخلى عن مهامك في غيرك حياخدها، كان بيستحقها أو ما بيستحقها، فهي المشكلة الأساسية. طيب معتصم رح تسمعنا شيء هلأ؟ يلا. طيب سمعك شوية أندلسي يعني هيك. يلا أبشر أصدقائي، رح نطلع فاصل ونرجع نسمع شيء من المعتصم بالله العسلي. Thank you.
لم يكن هجري حبيبي عن قلالا ولا ذاك تجني ما لنا لم يكن هجري حبيبي عن قلالا ولا ذاك تجني ما لنا سره شكري أفلا
رجعنا لكم أصدقائي من جديد. مرحب مرة تانية بالفنان المعتصم بالله العسلي. أول شيء لفت ضفوك على هذا النشيد الذي أتحفتنا به. الله يسلمك. سؤالي تعريجا على كلامك اللي حكيته جنابك عن سامي يوسف ولا ماهر زين، هدول المشهدين العالميين، هل هذا النمط اللي عم يشتغلوه نحن مثلا كفنانين عرب، لأنه أجانب كفنان ما عندنا هالإمكانيات، نحن اللي عم يعملوها هن، ما عندنا أصوات ولا هن الأصوات أنجح من أصواتنا أجمل، كيف بتحكي عنه؟ لا اليوم يعني الموضوع مو فقط صوت، هي في صوت حكينا وانتقاء الكلمات واللحن، واللي أهم من هذا كله اليوم هو التسويق. كيف أنت تسوق هذا المنتج اللي أنت عندك؟ كان يعني مثلا في أيام منتج بيكون جدا رائع لكن ما في تسويق، يكون جدا عادي تماما. وفي ايام مونتاج بغض النظر بجوز ايضا يكون عالي الجوده، نحن انه وربما يكون اقل من الجوده العاديه، لكن خلال دعايات والسوشيال ميديا والتنسيق والتوزيع مثل ما بيقولوا بيعطي. هل الموسيقى كان لها دور في طبعاً انتشار؟ لا 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 لا، يعني نحن كنا نحكي بشكل عام، يعني الموسيقى هي لغه العالم تمام. يعني لغة عالمية شئنا أم أبينا، يعني ما في حدا ينكر. اثنين يعني حتى بالنسبة للأجانب اللي تكلموا هنا بلغات أخرى اللي هي اللغة الإنجليزية ويمكن بعدة لغات تكلموا، فهذا كمان أيضا بيستقطب لك جمهور أكبر وأوسع. رح أسألك السؤال، أنت بتحب تنشد بغير اللغة؟ والله كثير بحب، يعني بس ما عمل لك التقصير هلأ، يعني في فكرة أنه نبلش نحكي باللغات بقى ان شاء الله. Yeah. اي لغه بتفضل هلا تنشد تغني فيها او تنشد؟ والله هي طبعا الانجليزي، يعني هي لغه عالميه، يعني الانجليزي ما راح تغني، لكن ربما دويتش يا اوفر اسفيريك عايز، بس يعني التركي ربما ايضا بعمل شيء بالتركي. يعني سمعت شيء حدا قلدك؟ سمعت شيء حدا؟ والله في كتير يعني بالوطن العربي، يعني كتير حتى بيبعتوا لي أشياء. يعني فعلا مرة سمعت قصيدة ففكرت أنا نفسي يعني بالبداية يعني شدة التقليد، هن معنه في كتير بيقول لك أنه أنت ما بتأدي أداء أنه تخلي الواحد يحسن يقلدك، أنه يعني معنى أنه أنت أدائك ما له راتب اللي هو تنسيقي، شيء تاني، فهذا بيصعب عليه المقلد انه يقلدك. طيب. او يعني حاله خاصه بتجي انه فعلا بيكون يمتلك يعني اللي والشخصية السورية سوريا اللي اكثر شيء طبعا، في كان بالجزائر، في بالمغرب، في بفلسطين، يعني عدد دول والله كثير بيبعثوا لي جيدين، بس انا لقيت انجح يعني كان السيد زاهر، ايضا شارك المرعي، شارك ايضا مسابقه منشد الشارقه، يمكن طلع الثاني او الثالث يعني هيك اذكر ما شاء الله. ايه فكان تقليده كثير رائع جدا. يعني طلع انت قدوه فنيه فعلا؟ لا والله بالنسبه لي ما بعتبر حالي شيء يعني هيك على البركه، لكن هن بيحبوا الاداء بالنهايه، لك كل انسان له ذوق سبحان الله، فواحد بيختار انه هي المدرسه بيختار مدرسه ثانيه، كل واحد. اما انا بالنسبه لي ما عندي شيء يعني بضاعتي مزجاه يعني ما في. الله يفتح عليك. الله معتصم، انت طبعا كنت محكم بمسابقات عالمية على القنوات بشكل عام، سبب اختيارك كأنت كمعتصم لتكون محكم في شيء مراحل مثلا بتعدي أو في اختبارات لازم يسمعوها عنك أو يجيبوا لك إياها حتى أنت يحطوك بمرتبة التحكيم، تحكينا عن هالشيء؟ طبعا هلا هي يعني موضوع التحكيم ما أنا اخترته، يعني هو اجى اختيار من اللجان المنظمه، يعني في شيء قصدي نقاط حطوها ايه طبعا هلا انسب الشيء لهالشيء، يعني هلا يوم انت يكون عندك خبره يعني حتى مثلا يوم وقفنا على كمتسابقين يعني بمنشد الشارع وغير مسابقات، غالبا بيقول لك انه هذا يعني يفترض ما يكون متسابق، مع انه انا بحبكم متسابق يعني بالنسبه لي يعني الى الان انا حتى كنت عم اتكلم مع اخواتي قلت لهم يعني نفعتني هي هذا مثل ما بيقولوا مقام خاص يعني جميل ما استحقه صراحه، الله يبارك فيك، لكن بنفس الوقت منعتني من كثير شغلات ساويه يعني هي بتحس انه كبرتك و
كعمر مثلا اثنين انه بتحجمك بمكان معين، بين انا فيني شارك بمسابقات كنت الى الان مثلا، لكن بيقول لك انت كيف حكم دولي وبدك تشارك بمسابقه، وخاصه كثير من المسابقات يعني بيشترطوا انه الان انه يكون يعني الان بدا يعني بدائي، ما يكون واحد عنده خبره او معروف او هيك شيء يعني. فهي عطلتني عن هي الجوانب. اما انا بالنسبه لي يعني الاكتيف اكثر اكثر عندي انه اكون متسابق فيها. روح عشت انا الايام فيها، روح التنافس جميله جدا، لقاء المتسابقين مع بعضهم، ايام كثير خطيره وجميله بنفس الوقت يعني. المهم محبه الناس اللي الله اعطاني اياها تكفيني يعني. الله يهنيك، الله يهنيك يا معتصم. انا بحسدك حسد غبطه. الله يخلي لي اياك، وانت فيك البركه. الله يحميك معتصم. كمان انا مالي ريد تعدي الحلقه هيك الا ما يكون في عده اناشيد، لاني حابين نسمعك كثير. اوكي تفضل، رح نسمعك. لكن اصدقائي بعد الفاصل رح نسمع معتصم بالله العسلي في نشيده جديده. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. فتتوا في حبهم كبدي باق على ودهم راض بما فعلوا. ما عودوني ما فيه قد ذقت المنون
جفون ما جرى حتى جفون هام قلبي زاد وجدي فمتى وصلك يكون هام قلبي هام قلبي زاد أصدقائي من جديد، ما بتعرف إيش بدي أحكي على فكرة من هالشي. اللهم صل على سيدنا محمد. لك برجع بقول لك أنا بحسك حسد غبطة لأني أنا بحبك. الله يخليك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. معتصم، أنت لمين بتحب تسمع أكثر شيء؟ كتير بنسأل هالسؤال وكتير يعني بخجل منه، لأنه
فعلا ما عندي كتير هواية السمع، يعني خلال التصفح أيام بسمع بمرق مقاطع يعني. اللي بعثوا لي اياه مثلا اصحاب الفن وكذا، بتعرف اصحاب الفن بقى بيتراسلوا بيشوفوا شغله هيك غريبه جميله دغري نسمعها يشوف اسمع لي هي شو هات شو كذا شو. لكن يعني كثير انا بنسر مثلا من الشيخ محمد عمران الله يرحمه، ما شاء الله، يعني هذا من عباقرة يعني القراء والفنانين، حتى فن يعني عالي الجوده، يعني من النوادر هذا الرجل ما شاء الله. وغيره كثير يعني من القراء المصاروي وال يعني تحب تطور حالك اكثر واكثر حتى طبعا لا شك الواحد التطور ده يضله، يعني ما بيصير من قال عن نفسي انه علي فقط جهل، فبدك الانسان الواحد يضله عم يتطور عم يجدد عم يغير حتى باسلوبه ان كان الفني او الانتقائي، حتى ربما يكون لبعض الناس نظرة أنه أنت لا تراجعت مثلا فنيا، خلينا نقول لأنه بحكم بدك تواكب أنت العصر اليوم تماماً. يعني اليوم في عنا جيل كامل، في شباب في أطفال اليوم، نحن هذا ما عم ننتبه له، هي يعني نصيحة للجميع، لأنه أنا اليوم عم عيشها لأنه عش بأوروبا عم شوف أولادنا اللي عايشين ضمن أوروبا شو هواياتهم، شو كيف نظرتهم، مين بيسمعوا مين عارشون، قليل اللي عنده خلفية عن خلينا نقول الفن السوري أو حتى النشيد السوري بشكل خاص، يعني في الهوية عم تروح رويدا رويدا. فأنا حابب أنه لا أرجع أنا أوصل الرسالة للشباب هدول الصغار، ما أنا والله أنت مثلا نفرض من جيلي أو البيئة اللي محيطة خلاص هي جيل كامل مع بعضه راح تمام. لا أنا بدي أثر حتى بالجيل اللي لأولادنا وأنا دائما كتير حتى بسأل أولادي كتير شغلات هن صغار، يعني إنه بستفيد من رأيهم بخبرتهم، لأنه بأخذ نظرة إلي أنا بجوز أخذ نظرة السيد نور أو اللي أكبر من السيد نور مثلاً، ليش؟ إنه أنا عايش بهي البيئة فقط تمام. لا أنا بحب أسأل الصغار، إنه وفعلاً كتير تغيرت قناعات عندي من وراء آراء الأطفال. إيه. طب معتصم أسماء الآن يعني سمي لي كم اسم من المنشدين الآن اللي فعلاً يستحقوا إنه يكونوا منشدين، يعني بيحكوا صح بينشدوا صح، ما بتضغى الآلات الموسيقية على أصواتهم بحيث إنه يعني إنه صوته ما هو جميل لكن حقق شهرة كبيرة. في عندك شيء أسماء هيك تحب تذكرها؟ لا بتفضله أنت بتقول هذا المنشد يعني يستحق أن يكون منشد مثلاً، أو هذا المنشد في نظرة للفنان مثلاً اللي هي بينظر كصوت حلو خلاص أنا من جماعة السميعة، أنا برفض هذا الكلام تماما. اللي هو مثلا جماعة السميعة ما بيعجبني العجب ولا صيام برجب بالصوت عارف، لأنه خلاص لازم يكون بيرفكت أنه 100% ودي قارنه بالقدامة ودي قارنه بأهل الأول ونحن أول شيء نحن بهذا الجيل. اثنين أنا اليوم قلت لك الأنشودة هي عمل تكاملي، أو الأغنية بشكل عام هي عمل تكاملي، هي اللحن التوزيع اليوم مختلف عن التوزيع القديم بكافة ما تعنيه الكلمة معنى، يعني الكلام مثلا الرسالة، يعني في كتير أشياء مثلا إحنا أصرنا أنه نحكي عنها بالمجتمع اللي هي هذا رسالة الفن أنا بعتبرها، فهذا كله يتبع. فلا تقول لي مثلا واحد اشتغل شغل صح وكلمة وبمناسبتها بعدين تقول لي والله صوته ولا ما بقتنع بها، بقتنع بعمل كامل رائع سمعته صح. في شيء أسماء معينة ما في نشاز؟ لا لا أنا ما بتحكي عليهم كلهم، هذول المشاهير اليوم اللي أخذوا الساحة مثلا الفنية الإنشادية حلو هيك، هذا اللي يشتغلوه اشتغل صح. أنا هذا بعتبره هيك، يعني نحن المقصرين مو يعني العطل من عنا وليس من مكان آخر، والانغلاق يعني في عندنا خوف. ايه خوف إيه؟ من الناس تقول عنا من الناس ايه انه هذا كان كذا صار إيه كذا. للاسف يعني انه اذا بدنا نضل بهالبوتقه حنضل بنفس المكان، ما عم نتغير، لانه كل واحد بتحب انت شخص بتحبه يكون مثل ما بدك انت طبعا. فهذا غلط يعني. بس هو ما بيقدر هذا الشيء يعني انا بحب مثلا نور، بحبه لنور لشخصه ربما يكون في أشياء ساواها مثلا فنيا أو حتى على صعيد مثلا الصحافة يجي واحد يقول لك لا هو أصلا ما بعرف شو كذا، بغض النظر
أدى مثلا بهذا البرنامج أداء ناجح ممتاز انتهى. يعني لا تسأل تبعد الدوشة على والله هذا كان كذا هذا كان كذا. فهنا نحن هذا المشكلة يعني. خلاص أدى إنسان أداء جميل هذا كثير بيرفكت ممتاز. يعني هذا الرسالة اللي بحب أنا وديها للناس. إيه. والمغنين نفس الشيء عم يأدي شيء صح جميل. حتى أولادنا مثلاً بتشوفوا بيسمعها للأغنية بيرددها. إذن هي طالما إلها معنى سامي وهادف فهي يعني رائعة جداً. تحب تقدم برنامج؟ خطرت في بالك شيء إنه؟ والله ما خطر ببالي يعني بس ما بعرف إذا بحسن ولا ما بحسن. تعرض هذا الأدوار الله. سألني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. معتصم تحكي لي أي 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 بلد أي بلد أنت زرته؟ حبيته وحبيت الإقامة فيه فعلاً وبتتمنى دائماً تنفي إلى أن يأخذ الله الأمانة. الشام. دمشق. أين؟ ولا سوريا. سوريا بشكل عام ودمشق يعني بشكل خاص. إيه. طيب خارج. خارج سوريا كل البلدان يعني أنا بفضل الله ما رحت إلى بلد مثلاً ولا وجدت أهلها طيبين وكرام حتى يعني عند الأوروبيين نفس الترتيب. كل واحد سبحان الله أيام فعلا بتكون حتى رزقة أنه أنت بتروح الله يبعث لك ناس طيبين مثل حكايتك وتنسر أنت وياهم فهذا الله يعني يكرمني فيه وين ما رحت. نادر نادر جدا ما بحب أخذ على شخص أو شخصين صورة كاملة عن بلد لكن بشكل عام هيك وكل يعني وين ما بروح الحمد لله بيكون حفل مؤثر حفل نشيط ناس مسرورة. أي احكينا عن حفلات شاركت فيها انت عالميه مثل هذا الاوبريت اللي عملتوه انت و بعض من المشاهدين الناجحين. اوبريت تقريبا 2009 يمكن 2010 بمصر اوبريت وعليك يا حبيب السلام فهذا شارك فيه ممثلين وشارك فيه فنانين. الفكره كانت فيلم الرساله معروف كانت الفكره هي طريقه انشاديه المشاهد هي حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت انه تكون مغنى محكية شوي محكية بالتمثيل وانت ترجع تشرحها بالكلام فهذا كان كتير عمل جبار صراحة ورائع يعني هذا من أهم الأعمال اللي بعتبر حالي شاركت فيها هيك كنت مبسوط فيها يعني مسرور ومبسط والله أنا بغالب يعني المهرجان بأستراليا كان أول مرة بلتقي ب استاذ ماهر زين باستراليا كنت انا صراحه ما بعرفه انا هذا عشان تكمله انه ضعيف السمع وقلت لك نحن كنا بجو اخر كليا يعني نحن منعزلين عن العالم الثاني او بجوز بشكل خاص انا يعني فطلعت شفته ماهر زين وكذا انسان لطيف وحباب وجه له تحيه جلنا في انك كمان طبعا التقيت فيها حتى في دبي عده مرات يعني فأول لقاء أنا صراحة فعلا ما كنت بعرفه يعني إنسان لطيف وحباب وبعدين فتنا على المسرح وما شاء الله المسرح كان كبير يعني بأستراليا وناس ماهر زين وماهر زين الحالي وين نحن وين سوى ضجة كبيرة هم عرشنا فيعني فكان أنا تفاجأت إنه إذا يعني في مراحل كبيرة متخطية هو أكبر من أنا اللي متصوره إنه الأناشيد محفوظة الجمهور عم يقولها يعني كذا إذا ما عمل لك تقصير من عنا يعني فكمان هذا كان مهرجان ضخم في مهرجان كمان باليمن كمان مع عدة فنانين كان هذا يعني محبة الوطن والألفة بين أهل اليمن في شيء مشاركة شاركت فيها وندمت لأنك شاركت فيها مقابلة تلفزيونية مهرجان أي شيء هيك قلت يا ريتني ملك عامله هلا لهالدرجة لا ما في بس يعني ربما يكون الشيء اللي بدك إياه أنت يكون بيرفكت ممتاز 100% مثلا لكن أنه تقول لا اندمت بنوب لا ما سبق يعني. طيب معتصم رح نرجع نسمع منك شيء يلا بس بدي هالمرة من ألبوم من آخر ألبوم آخر ألبوم عملته آخر نشيد عملته خي سجلته في الاستوديو يلا أوكي طيب أصدقائي رح نسمع هاي النشيدة ونرجع معكم مع المعتصم بالله العسلي موسيقى
صلى علي أبدا ليس يضام. أصدقائي من جديد، معتصم حبيبي ما شاء الله، الله يسلمك. لن ولم ولما ولا زلنا وما زلنا نعشق أن نسمع المعتصم بالله. الله يخلي ليك، هذا من لطفك. الله يحميك. الله معتصم بالله العسلي، أنت كإنسان زرت كثير بلدان، عن وضعنا الآن الحالي شو رأيك في الشيء اللي عم يصير الآن؟ يعني والله هذا يعني الشيء اللي عم شوفه كتير يعني غريب أولاً، وفي كتير شيء نحنا مثل ما حكيت عن الفن حتى بالجانب الإنساني في كتير شيء نحنا متأخرين عنه. يعني بتجول مثلاً هلأ أنا داخل أوروبا وبتأشيرة واحدة ولا بفيزا واحدة ولا بجواز واحد أنت تفتل كل أوروبا مثلاً بكل كرامة وبكل حرية وبكل أمان وبكل سلام بكل لطف بكل، يعني هذا شيء صراحة رائع، وهذا يعني منهنيون عليه هذا الشيء، وهذا ما له ممنوع. لكن نحن مثل ما حكيت نحن بالفن نحن اللي شعوبنا أو حتى دولنا متأخرة بهذا الشيء اللي وصلوا له في أوروبا، اللي هو الإنسان، كرامة الإنسان، حرية الإنسان. الدول التآلف، يعني شوف هنا كل واحد لغة مختلفة، مئات اللغات، مئات الأطياف، مئات الألوان، مئات الأشكال، مئات، ما حدا بيسأل هذا منين أنت، ولا بيسألك شو تنتمي وشو دينك وشو مالهم، هن إلهم بك أنت إنسان، وهذا الله سبحانه وتعالى اللي جعل البشرية عليه. نحن الأشياء الثانية ما لنا مسؤولين عنها، نحن مسؤولين أنه أنا كيف عيش معك، هل أنا إنسان؟ إذا أنا مسلم مثلا ليكون بكامل إنسانيتي، هذا أنا بعتبر الإسلام أو أي دين آخر ينتمي إلى رسالة ربانية، فهو إذا كل ما كملت أخلاق أنت
قربت تكون منتمي لهالديانة اللي أنت فيها. فهذا نحن متأخرين عليه، يعني إنه دول تكون مثل بعضها لغة واحدة غالبا، يعني دين واحد. حتى الدين الإسلامي المسيحي يعني يعتبر واحد. وأنا كتير أحيت حفلات مثلا في حتى في الكنائس هون في أوروبا وفي وطن عربي مناسبتين مع بعضهم، يعني مثلا مثل ميلاد سيدنا عيسى وميلاد سيدنا النبي مع بعضهم، وكان شارك من هون هذا الطيف وهذا الطيف. هذا اللي أنا أتمنى أنه نحن نعيشه وبكل أريحية بدون تكلف بدون أي شيء. وحتى الدول تعرف أنه هذا المواطن وهذا الإنسان هو إنسان، سواء كان عربي ولا أخذ جنسية أوروبية تختلف المعامل، هو اللي كان عندك. تماما نعم، مع الأسف. معتصم، أنا ما عم نشبق نحن من كلامك اللطيف حبيبي، الله يسعدك، صوتك الجميل، الله يكرمك. كلمتك الأخيرة قبل ما نختم الحلقة، يعني كلمتي الأخيرة، أول شيء بشكرك مرة تانية على هالبرنامج وأسرة البرنامج، كل اللي خلف الكواليس بشكرهم، نقول لهم طبعا بلغتهم فيلين دانك. واتمنى الناس، كل الناس تعيش بسلام وأمان، ونرجع لبلادنا أيضا بسلام وأمان، وينتهي الظلم، والناس يعني ترجع للفكر الصحيح ولمحبة بعضها البعض. وأهل الفن أيضا يعني دائما في تألق، بتمنى للجميع التوفيق، وبتمنى أني أقدم شيء جديد إن شاء الله للجمهور الحبيب في كل العالم. في شيء قريبا؟ أنه إن شاء الله يعني لا يخلو، لكن هي أوضاعنا هي شوي اللي عم تلبكنا، لكن إن شاء الله نتمنى أنه نتجاوزها، ويعني يكون عندنا فسحة أمل كبيرة ويشوفوا شيء جديد، يعني بغض النظر عن الصورة اللي حيشوفوها. إن شاء الله. أنا معتصم، أنا هو ما بدأ يعني ما بيتغير. الله يحميك. بتشكر كتير أخي وحبيبي المنشد العالمي حبيبي المعتصم بالله العسلي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. رح نضطر آسفين لوداعك. خلي لي إياك. أصدقائي، وهيك بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم. نتشكر الفنان فادي النحاس والفنان رودي المستريح اللي شاركوا، فنانا المعتصم بالله في الموشحات وكانوا معه بنفس العمل، لكن طبعا هو ما كان فيه، هي صايرة زيارته قصيرة، فكان في شوية سرعة في البروفات، فما كان في يعني ما كان في تنسيق سابق قديم، لكن متشكر من جزيل الشكر. رائعين جدا، شكرا لهم. الله يحميك. شهادة كمان اعتز فيها من المعتصم. إن شاء الله بنشوفكم في حلقات قادمة. وقبل ما يروح المعتصم رح نسمع منه، لكن رح نختم البرنامج بكلمة السلام عليكم. سبحان من صور أمان صور حسنك أمان يا بدري يا بدري وفي البهاء زادك رفعا وزاد بالحسن أمان حسن خلقك أمان يا بدري يا بدري بالنور يا باهي يا خل يا خل يا خل إعراضك أمان يا للي ذو رحمان بالجمعة يا خل يا خل خل إعراضك.
تحكي لا 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 صحى تصحى بغيري أمان يا بدري يا بدري فالجار أولى أولى بالشفعة